منا لا يحلم بأن لا يكبر بالعمر ويصل لمرحلة الشيخوخة، لكن ماذا لو أصبح الحلم حقيقة يا عادل؟ فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا نجح في تطوير طريقة لإبطاء عملية الشيخوخة باستخدام ساعة وراثية متذبذبة. طبعاً في الاختبارات مشاهدينا تبين أنه خلايا الخميرة تعيش لفترة أطول بنسبة حوالي 82% من الخلايا التي لا تحتوي على الخميرة. فلكل خلية تريليونات الخلايا تخضع لتغييرات جزيئية على مدار حياتها ويمكن إبطائها قبل أن تموت. وطبعاً بما أنه خلايا جسم الإنسان ليست خلايا خميرة طبعاً، لذلك فإنه لا يزال هناك طريق طويل قبل الاحتفال بالانتصار على الشيخوخة. لذلك يدرس الباحثون إمكانية تطبيق هذه التقنية على الخلايا البشرية بما يشمل الخلايا الجذعية والخلايا العصبية.